بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الأستاذ حسين عصران، مادة الأحياء الثانية ثانوي. هنستكمل التغذية والهضم في الكائنات الحية. تكلمنا في الدرس الأول عن امتصاص الماء وآلية امتصاص الماء. هنتكلم اليوم عن آلية امتصاص الأملاح. خدنا الظواهر المختلفة لكيفية امتصاص الماء، وعرفنا الشعيرة الجذرية وتركيبها والملائمة الوظيفية والخواص المختلفة. هناخد النهاردة اللي هو امتصاص الأملاح المعدنية عن طريق طبعا التجارب التي أجريت. تم إثبات أن النبات طبعا بيحتاج إلى عناصر ضرورية غير الكربون والهيدروجين والأكسجين. نقص تلك العناصر يؤدي إلى اختلال في النمو الخضري أو توقفه، وقد يؤدي إلى عدم تكوين الأزهار والثمار. العناصر تقسم إلى قسمين: مغذيات كبرى ومغذيات صغرى. المغذيات الكبرى وعددها 7 عناصر واحتاجها النبات بكميات غير قليلة، وهي النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والكبريت والحديد. بينما المغذيات الصغرى عددها 8 عناصر ويحتاج إليها النبات بكميات صغيرة جدا، ولذلك يطلق عليها العناصر الأثرية، وهي المنجنيز والخرصين والبورون والألمونيوم والكلور والنحاس والملبيدينم واليود. هذه العناصر تعمل كمنشطات للإنزيمات. آلية امتصاص الأملاح: تعتمد آلية امتصاص الأملاح على عدة ظواهر، ومنها رقم 1 اللي هو الانتشار. أيونات العناصر تنتقل من الوسط الأعلى تركيز إلى الوسط أقل تركيز نتيجة لحركة الأيونات المستمرة، حيث تنتشر طبعا اللي هو دقائق الذائبات مستقلة عن الماء وعن بعضها البعض، فيوجد أيونات مجمعة تسمى كاتيونات زي السي اي والكي، كالسيوم وبوتاسيوم، وتوجد أيونات سالبة تسمى أنيونات مثل مجموعات طبعا النترات والنيتريت والكبريتات والكلور. هذه الذائبات تتحرك بالانتشار من محلول التربة وتنفذ داخل الجدران السليلوزية، ولكن قد يحدث تبادل للكاتيونات، فقد يخرج أيون صوديوم من الخلية ويدخل ويحل محله أيون بوتاسيوم. كده احنا خلصنا أول ظاهرة من الظواهر لامتصاص الأملاح اللي هي الانتشار. هندخل على رقم 2 اللي هي النفاذية الاختيارية. والنفاذية الاختيارية احنا درسناها في آلية امتصاص الماء، وان عندما تصل الأيونات إلى الغشاء الشبه منفذ اللي هو الغشاء البلازمي بيختار بعضها يسمح لها بالمرور، وده بيكون حسب حاجة النبات ولا يسمح للبعض الآخر بصرف النظر طبعا عن حجم الأيونات أو تركيزها أو شحنتها. ده النفاذية الاختيارية. رقم 3 اللي هو النقل النشط. النقل النشط في بعض الأحيان قد يكون الأيونات في الطحلب أو النبات أعلى تركيزا من محلولها في محلول التربة. هو عامة بتنتشر الأيونات من محلول التربة حيث تركيزها منخفض إلى داخل الخلية حيث التركيز مرتفع، ده اسمه ضد تدرج التركيز. بيلزم لذلك طاقة علشان تجبر تلك الأيونات على الانتشار ضد تدرج التركيز. يبقى دلوقتي النقل النشط عكس الانتشار،
الانتشار انتقال الأيونات من وسط عالي تركيز إلى وسط أقل تركيز، ولكن النقل النشط هو انتشار الأيونات من محلول التربة حيث تركيزه منخفض إلى داخل الخلية حيث التركيز المرتفع، ويطلق على ذلك اسم ضد تدرج التركيز. أجريت تجارب على طحلب نتيلا الذي يعيش في البرك، وجد تركيز الأيونات المختلفة المتراكمة فيه، طبعا موجودة في العصير الخلوي لخلايا الطحلب، تركيزها أعلى نسبيا من تركيز مائي البركة. ده استدعى أن الخلية تستهلك طاقة لامتصاص هذه الأيونات لأنها ضد تدرج التركيز. يتضح أيضا من التجربة زيادة في التركيز لبعض الأيونات في الخلية على الأخرى، مما يدل على أن الأيونات دي بتمتص اختياريا حسب حاجة الخلية. مرور أي مادة خلال غشاء الخلية عندما يلزمها طاقة كيميائية تسمى بالنقل النشط. يبقى ما هو النقل النشط؟ النقل النشط هو عبارة عن مرور أي مادة خلال غشاء الخلية عندما يلزمها طاقة كيميائية. كده قد نحن آلية انتشار الماء وكذلك آلية انتشار الأملاح. نشكركم.